مرحبا الأصدقاء المشاهدين، بتمنى تكون هالتأملات عم بتساعدكم ولو قليلا بالصلاة لمريم العذراء والتعرف عليها. وكمان بكفي اليوم من عند القديس لوي ماري غرينون دو مونفور من كتابه الإكرام الحقيقي للعذراء الفائقة القداسة. اليوم بيقول: والله الإبن حل في حشى مريم البتولي كآدم الجديد في فردوسه الأرضي ليرتاح فيها ويجترح عظائم النعمة الخفية. هذا الإله الذي تأنس وجد حريته في سجن أحشائها، وأظهر قوته في إعطاء هذه الإبنة الصغيرة أن تحمله، ووجد مجده ومجد أبيه بإخفاء سناياه عن كل الخلائق الأرضية لكي يكشفها لمريم وحدها. لقد مجد استقلاليته وجلاله بخضوعه للعذراء المحبوبة في الحبل به وفي ميلاده وفي تقديمه في الهيكل وفي حياته الخفية مدة 30 سنة، وحتى وصوله إلى الموت على الصليب، حيث كانت حاضرة بقربه للاشتراك بتضحيته وتقديم ذاتها ذبيحة معه برضاها الكامل بمشيئة الآب الأزلي. كما قرب سابقا إسحاق برضا إبراهيم أبيه وانصياعه لإرادة الله القدوسة، هي التي أرضعته وغذته وأعالته وربته وقربته ذبيحة لأجل خلاصنا. أيها الخضوع الإلهي العظيم غير المدرك الذي لم يسمح الروح القدس أن يصمت عنه وكان خاضعا لهما، بالرغم من إخفائه عنا أكثر الأمور العجيبة التي قام بها الحكمة الإلهية في حياته الخفية لكي يبين لنا قيمتها ومجدها اللامتناهي. إن المسيح يسوع قد أعطى مجداً لله الآب بخضوعه لأمه مدة 30 عاماً، أكثر مما كان أعطاه بتوبة كل العالم وباجتراح أكبر المعجزات. فكم يكون تمجيدنا لله عظيماً عندما نخضع لمريم إرضاءً له على مثال يسوع المسيح مثالنا الأوحد. إلى اللقاء غدا بآخر تأمل على لسان القديس لوي ماري غرينون دو مونفور.